تكملة لسلسلة عجائب وغرائب العالم خلال شهر رمضان المبارك، منها في دولة أوزباكستان خروف على الإفطار. في أوزباكستان يتم التحضير لحفلات إفطار جماعية يتم فيها دعوة الأهل والأصدقاء والجيران مع وجوب ذبح خروف على الإفطار وتقديمه مع أرغفة العيش كبيرة الحجم، تخبز عادة بالمنزل ومع الزيت والحليب، بالإضافة إلى تحضير مائدة تشمل جميع أنواع الشاي الأسود. زغبة رمضان في موريتانيا. ربما تكون لدى شعب موريتانيا واحدة من أغرب العادات الرمضانية الغير المألوفة عبر العالم، حيث يقوم الرجال الموريتانيون بحلق رؤوسهم قبل حلول شهر رمضان بعدة أيام بهدف أن يتزامن نمو الشعر الجديد مع نهاية الشهر الفضيل، وتعرف هذه العادة باسم زغبة رمضان. وتعتبر هذه العادة مزيجاً بين الثقافة العربية والأفريقية، وعادة ما يكون حلق الرأس في الثقافة الأفريقية ذات دلالات ترتبط بزيادة الرزق واستبعاد الهموم. وبالإضافة إلى ذلك يحتفل الناس بالأعراس خلال هذا الشهر في موريتانيا، وهو مظهر من مظاهر التفاؤل بالخير خلال هذا الشهر، وهذا يتنافى مع عادات الاحتفال في معظم الدول الإسلامية الأخرى. ومن بين العادات المتميزة التي يمارسها الشعب الموريتاني إنهم يجتهدون في قراءة القرآن الكريم كاملاً في ليلة واحدة رغم صعوبة تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع. في تايلاند يمنع على الرجال تناول طعام زوجاتهم. في اليوم الأول من هذا الشهر يجب على كل أسرة تايلاندية مسلمة التضحية برأس من الماشية احتفالاً بالشهر الكريم. أما العائلات الفقيرة فتضحي بالطيور تعبيراً عن سعادتهم بقدوم الشهر الكريم، في عادة من أكثر العادات الرمضانية الغير المألوفة عبر العالم، وهو تقليد تايلاندي قديم يمارسونه منذ قرون. أما العادة الرمضانية الثانية غير المألوفة في تايلاند فتتمثل في خروج النساء في مجموعات قبل الإفطار وجلوسهن أمام منازلهن وتناولهن الإفطار معاً، بينما الرجال لا يأكلون الطعام الذي تطبخه زوجاتهم بل يأكلون الطعام الذي تطبخه زوجات الرجال الآخرين.